السلام عليكم ورحمة الله. تابعنا جميعا ونتابع ولحظة بلحظة ويوميا تداعيات مباراة ذهاب نهائي كأس السوبر واللي حقق فيها الوحدات الفوز على شقيقه النادي الفيصلي بهدفين مقابل هدف، وجميعنا بنترقب مباراة الإياب الحاسمة اللي راح تقام يوم الجمعة. الأجواء متوترة جدا، الأجواء مشحونة جدا، الأجواء أصبحت صعبة على الجميع. أصبحنا بحاجة إلى الهدوء. الحكم الدولي أدهم المخادمة أشادت في دائرة التحكيم واعتبرته نجح إلى حد كبير جدا بقيادة المباراة إلى بر الأمان، ومع ذلك هو الحكم الأبرز في الأردن، وهو الحكم المعتمد آسيويا، وهو 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 عليه أصبح بعد المباراة ضغط كبير، أصبح انتقادات كبيرة جدا. طب أنا بسأل نفسي، إذا أدهم المخادمي هذا الحكم بهذا القيمة ومع الإشادة أنه ما كان عنده أي قرارات مؤثرة سلبية في المباراة، هذا كلام دائرة التحكيم، مع ذلك شفنا هذا الاعتراض وهذا الضغط. طيب السؤال، مين المؤهل يقود المباراة الإياب؟ مين اللي عنده قدرة إذا أدهم المخادمي بقيادته المباراة إن اللي اعتبرتها دائرة التحكيم ناجحة جدا تعرض إلى هذا الضغط؟ مين اللي المؤهل يقود مباراة الإياب؟ إذا الحكم محمد عرفة اللي اختاروه في الموسم الماضي أفضل حكم بالدوري، طبعا احنا بنعرف أدهم ما حكمش مباريات محدودة بالدوري في الموسم الماضي، تم إعلان اسمه قبل أسبوع من موعد المباراة، وبالتالي وتم وضعه تحت أشد أنواع الضغط، وأصبح حتى على دائرة التحكيم المهمة صعبة في اختياره لتولي هاي المباراة، لأنه الحكم يتم إعلانه قبل ساعات، هو نفسه بيعرف ليلة المباراة، أنا بكون في خيار واحد واثنين وثلاث ويتم الاختيار منهم. الآن هو تحت الضغط، الآن هو لا يجوز أصلاً أن يكون معروف. هلا ما بنعرف، هلا تم الحديث عنه كتوقع، لكن الآن هو تحت الضغط، وأصبحت دائرة التحكيم في موقف صعب جدا في اختياره لقيادة المباراة. طب مين الحكم اللي راح يقود المباراة؟ مين الحكم اللي راح نحطه قربان لهذه المباراة؟ راح نضحي فيه في هذه المباراة؟ كلنا بنعرف إنه كل القرارات مهما كانت القرارات لن تقبل بها الجماهير. اتحاد كرة القدم مش لازم يراقب هاي الأمور، مش لازم يتابع هاي الأمور. شو الحلول اللي عنده؟ ليش بيستنى؟ ليش ما يشيل الضغط عن حكامنا؟ ليش ما يشيل الضغط عن لجنة الحكام؟ شو خسران هو إذا جاب لهاي المباراة حكام من برا وشال حالة الاحتقان وشال حالة الضغط؟ كلنا بنعرف إنه الخطأ للحكم اللي جاي من برا يتم التجاوز عنه من الجماهير، يمر مرور الكرام، بينما الخطأ من الحكم المحلي تعلق له المشانق. وهذا وضع كرة القدم في عنا وعند غيرنا. طب شو المباريات الجماهيرية الكبيرة ليش عم دائما بيجيبوا لها حكام من برا في الدول الجوار؟ مين رح يتحمل المسؤولية لو المباراة القادمة خرجت عن إطارها وصار فيها توتر شديد ووترت الموسم كامل؟ هون بيجي دور اتحاد كرة القدم، هون بيجي دور دائرة التحكيم حتى هي الطالب انه تخفف الضغط على حكامها. طيب يوم امس كنا ترقبنا برنامج القرار اللي بيناقش الحالات التحكيمية للمباراة، وانا بسجل انتقادي على دائرة التحكيم، لأنها فقط تحدثت عن أربع حالات ولم تتحدث عن حالات الوحدات. بإمكانها تيجي وتتحدث عن حالات الوحدات وتحكي لنا غير صحيحة، عادي نتقبل، لكن هي شايف الشارع الرياضي عم بتحدث عن حالات وبقارن بين حالات، تيجي تتحدث عن أربع حالات وتتجاوز عن حالات عن باقي الحالات. هي تحدثت عن حالات اعتبرت انه قرار الحكم فيها صحيحة في ثلاث حالات، واعتبرت انه ما في اي خطأ فيه، وهي تحدثت انه الكرة اللي صار فيها الاصابة اللاعب
الكابتن الخلوق عبيد السمارني اللي أنا بتمنى له دائما السلامة وإله ولجميع لاعبينا. كانت حالة تهور وتستحق الإنذار. طيب ماشي، رغم إني أنا وإنتو وبسألكم بالله تعيدوا الحالة مرة ومرتين وثلاث وأربع حالات، وإذا خرجت الحالة عن حال التصادم بسبب الاندفاع اكتبوا لي، ابعتوا، احكوا، الحالة واضحة تصادم بسبب الاندفاع. هلا اوكي تستحق انذار، تستحق انذار ما في مشكلة، اللاعب التنين مندفعين، اندفاعه لا رفع اجره ولا اشي، تصادم، تصادم اجا التصادم على صدر اللاعب، هذه هي المشكلة. اتمنى له السلامة، اللاعب كثير يعني خلوق، كثير نجم، عبيد السماري من يعني اللاعب اللي انا بعرفهم عن قرب ما شاء الله عنه، والف سلامة عليه. تصادم، حالة التحام. طيب جيتوا قيمتوا الحالة وحكيتوا انذار ثاني، طب ماشي، وحكيتوا هي حالة غير مؤثرة على المباراة رغم انها بتستحق البطاقة الثانية، الانذار الثاني. طب انا بدي اسألكم وانتقادي موجه لكم، بما انكم حللتوا هاي الحالة، شو اللي منعكم تحللوا حالة اصابة الكابتن فراس شلباي؟ اولا اذا كان تدخل شوكة اعتبرتوه تهور، طب تدخل الكابتن احمد ابو شعيرة على الكابتن فراس شلباي بهاي الطريقة وبهذا بطريقة واضحة جدا واللي تسببت في إصابة فراس شلباي اللي أنا بتمنى له السلامة، لاعب خلوق مميز من أهم لعيبة البلد، بتمنى له أيضا السلامة وبتمنى أنه نشوفه بالملاعب زيه زي عبيد السمرني في أقرب وقت، ولا تكون الإصابة سبب في غيابه عن غيابه التنين على المباريات. طب شو اللي منعكم تيجوا تحللوها؟ على الأقل حكيتوا عن هديك تهور، طب حللونا الحالة هاي، اعملوا مقارنة بين الحالتين، احكولنا يا عمي لا احنا شايفين اشي انتم مش شايفينه، بس ما هو بدك تتجاوز عن الحالة وما تحللها، هنا في مشكلة يا دائرة التحكيم. انا بوجه الرسالة للأخ الكبير عمر البشتاوي، بعرف يعني انه هاي يعني انه لازم كان مقارنة بين الحالتين. طب شو اللي منعكم كمان تيجوا تحللوا الضرب بدون من الخلف او تدخل من الخلف اللي قام فيه الكابتن انس بن ياسين الكابتن المحترم على اللاعب المحترف في الوحدات هنري؟ بعرف انه هاي تدخلات بتصير في كرة القدم، وبعرف انه هاي تدخلات وضع طبيعي في كرة القدم، بس انتوا جيتوا حللتوا حالة وتركتوا ثلاث حالات، فيديوهات اللي انتشرت على الفيسبوك واضحة، بامكانكم تحكوا حالة تطلعوا وتقنعونا انه حالة الاولى انه فعلا شوكة تهور، بس حالة فراس مش تهور، تحاولوا بس اقل ما فيها تقنعونا، بس ما تتجاوزوا عليها، ما تتجاوزوا عن تدخل من الخلف على المحترف هنري، ما تتجاوزوا عن حالة تاني كمان كانت ضد فراس شلباي. لا اطلعوا وضحونا، اعملوا مقارنات عشان نشعر انه دائرة التحكيم في برنامجها القرار انصفت الجميع، هي فعلا حكت اخطاء غير مؤثره وحكت انه ادهم قاد المباراه بكفاءه عاليه، لكنها في نفس الوقت لم تنصف الفريقين بالحالات، ذكرت حالات تخص فريق وتجاوزت عن حالات تخص فريق، ورغم انه الحالات واضحه الكابتن شوكت اللي انا كان في كره مشتركه مع الكابتن عبيد السمارني، التحام بسبب الاندفاع ادى الى اصابه عبيده، وانا اتحدى اذا رفع اجره الى ضاعم الكوع عمل شيء هو تصادم نتيجه الالتحام، لن نختلف، بطاقه صفراء ما لن نختلف. طب في الدقيقه السادسه تاعت ابو شعيره بيستحق بطاقه صفراء؟ هل هي تهور؟ هل هو اندفاع؟ الكره كانت طالعه من فراس لما صار التدخل والضرب، يمكن هو ما بحكي انه ضرب مقصود، بنفس الطريقه بنفس الاسلوب بنفس التهور، لو طلعتوا وقارنتوا بينهم عادي وحكيتوا راي انه لا هذه مش هذه يعني اي راي نحكي انكم حاولتوا، لكن انتم بتحكوا حالي بتتجاوزوا عن حالي، هنا انتم عملتوا مشكله، هذا سببتوا بمشكله، فانا بحكي
دائرة التحكيم لم تتعامل جيدا في برنامج القرار، لم تتحدث عن جميع الحالات، حكت عن 4 حالات وتجاوزت عن 4 حالات أو 5 حالات أخرى، لازم كانت تقارن. بنفس التوقيت التدخل اللي صار على هنري من الخلف، يعني معروف شو عقوبة التدخل من الخلف، أيضا لم يتم الحديث عن الحالات. مع ذلك هاي مباراة كرة قدم، نهاية بفوز فريق وبيخسر فريق، وما ولاحظوا أنه في كل مباراة الحديث عن هاي الكرة تاعت شوكت فقط، بينما تم في مثلها كثير حالات. وحدات الفيصل مباراة بين أشقاء وإخوان، ما في داعي لهذا التصعيد، ما في داعي نصل لهاي المرحلة، ما في داعي أنه ندخل اللاعبين على المباراة كأنهم رايحين على معركة، ما في داعي أنه إحنا نخدش الوضع بإساءات للطرفين. كل واحد منا مسؤول أنه الآن للتهدئة، كل واحد يحاسب أمام ربنا، إحنا لازم نهدي. واللي صار صراحة أنا بحكي لدائرة التحكيم، لا بتعملي برنامج القرار تحكي عن كل الحالات، لا ما تعملي، يعني هذا بيوتر الأجواء لما تناقش حالات وما تناقش حالات أخرى. وأنا بوجه رسالتي للمرة المليون، من أجل الوطن يا اتحاد كرة القدم، ومن أجل عدم زيادة التوتر، يجب إحضار حكام من الخارج لهاي المباراة. هاي المباراة تستدعي حكام من الخارج الآن، الأمور أصبحت لا تطاق. إحنا راح نضحي بحكم في المباراة، وراح ممكن توتر المباراة، ممكن تخرج عن المألوف، وبعدين ما بينفع الندم. أدهم المخادمي اللي هو الحكم رقم 1 واللي نجح فيه تحكيم المباراة، شفتوا شو صار. مين اللي بده يحكمها وبده يتحمل الضغط؟ مين اللي بده يحكمها وصافرته مش راح تكون مهزوزة بهاي الظروف وبهاي الأوضاع؟ الله يعين أي حكم راح يحكم المباراة، بس حكم من برا مش راح يكون تحت هاي الضغوطات. راح حكم من برا راح يتقبلوا الجماهير الناديين، راح يتقبلوا الناديين. علينا انه نلحق بهاي المباراة، وعلينا انه ما نوتر الاجواء في هاي المباراة. والله صراحة صح مفيد ماليا ذهاب واياب للفريقين، بس والله وحدات وفيصلي باسبوع ذهاب واياب صارت صعبة جدا، تداعيات كبيرة جدا. في نفس التوقيت أنا بتمنى الهدوء، بتمنى التركيز على المباراة، يعني خلص وقت التركيز على المباراة. وأنا يعني بحكي للكابتن محمود شوكت، يعني هذه كرة القدم، يعني بدك تتحمل، ما في إشي تصادم، إن شاء الله بنشوفك أنت وعبيدة إيد بإيد داخلين على الملعب، إن شاء الله ما في أي إشي، إيد بإيد ولا كأنه في إشي، أنتوا أخوان وأصدقاء. ونفس الشيء بتمنى نشوف فراس وابو شعير داخلين مع بعض على ارض الملعب، اخوان واشقاء. هذه كره قدم، هاي التدخلات بتصير، هذا ما صار في خطا مؤثر، ما صار في ركله جزاء، ما صار في هدف لم يحتسب، كل هذا ما صار. لو صار شيء زي هيك يا اخوان والحكم غلط، شو راح يصير؟ هل يمكن المباراه ما تتكمل؟ يمكن يصير في ضغط، يمكن يخرب الدوري كله. فبكفي اتحاد كرة القدم الآن مسؤوليتك حماية المباراة وحماية النادي والخروج من المباراة إلى بر الأمان وبر السلامة. أول قرار لازم تعمله أنك تجيب حكام من برا، تخفف الضغط والتوتر على حكامك، وتخفف الضغط والتوتر بين لعيبة الناديين وبين الجماهير. أنا بغلق التعليقات، والله سبب واحد، عشان ما حدا يسيء لحدا. أنا بغلق التعليقات لأني أنا بخاف ربنا، بس ما بحب أشوف إساءات. أنا بتمنى للجميع كلنا أنه الآن كل واحد يدعم فريقه ويشجع فريقه، ونركز على المباراة، ونحاول نخفف هاي الضغوطات اللي عم بتصير، اللي مش لصالح البلد نهائيا. شكرا لكم جميعا.